برضو ان احنا نتكلم فيها ونتذكر كده التواريخ الحلوه اللي بتسعدنا والبطولات كمان بيحققها الاهلي. وهنا هنتكلم زي النهارده 8 ديسمبر بس عام 2001، قصه مباراه لما تعادل الاهلي مع سان داونز الجنوب افريقي، ده كان 1-1 في الذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا، والمباراه دي احرز هدف الاهلي فيها الكابتن سيد عبد الحفيظ. وخلينا نقول هنا عن مباراه العوده بقى اللي فاز الاهلي فيها بالقاهره 3-0، سجلها كابتن خالد بيبو، ودي كانت المرة الثالثة اللي الأهلي بيفوز فيها ببطولة دوري أبطال إفريقيا في تاريخها. الأهلي فاز بالبطولة لو هنرجع كده بقى تاريخيا ونتكلم 9 مرات، كانت عام 82 87 2001 2005 2006 2008 2012 2013 ومؤخرا بعد 7 سنين توقف يعني 2020. وان شاء الله المزيد في المستقبل باذن الرحمن. طبعا الكلام عن كابتن سيد عبد الحفيظ ما بيخلصش، مش بس لان احنا النهارده بنتكلم عنه من منطلق ان بتاريخ النهارده حصل كذا، او بتاريخ النهارده كابتن سيد عبد الحفيظ احرز هدف مهم جدا في سان داونز، لان الحقيقه لاعبي النادي الاهلي يعتبروا يعني كلهم تاريخهم من تاريخ ناديهم العريق. تعالوا نشوف التقرير ده اللي هنتعرف من خلاله عن الناس شايفه كابتن سيد عبد الحفيظ ازاي، شايفه اهدافه ازاي، قالت عنه ايه، ونرجع نكمل كلام. لا هو كابتن سيد عبد الحفيظ يعني ما كانش ليه اهداف كتير قوي، لكن الاهداف اللي كان احرزها كانت كلها مؤثره فما تتنسيش. يعني اتذكر هدف الترجي في تونس هناك، كان الهدف الثاني فكانت النتيجه مؤثره. والله الهدف بتاع دور أفريقية بتاع الترجي، كابتن سيد عبد الحفيظ من احسن الاهداف اللي حطها في الترجي، كان في ملعب رادس، كنا متعادلين في القاهره 0-0 وطلعنا على الترجي وقالوا مش الماتش خلاص رايح للترجي، ولكن سيد عبد الحفيظ فوجئنا بيه من نص الملعب حطها في الجون، ومصر كلها فرحت، والاميره السمراء طبعا كانت معانا وما زالت معانا وباذن الله العاشره يا اهلي. الهدف بتاع الترجي اللي كان في تونس كان هدف جميل جدا، وده كان هدف مؤثر في نتيجه المباراه وفي التاهل. والله كل اهداف سيد جميله، كابتن سيد طبعا حفيظ كله اهدافه جميل. بتاع تونس ما يتنسيش، يعني هدف الترجي التونسي كان هدف جميل الحقيقه. وبعدين اهم حاجه طبعا فاكرها ان الجون اللي جاب لنا كاس افريقيا، جونه في الترجي اللي كنا بنتفرج هنا فوق في التراس، وكان يعني كان حكايه بصراحه، يعني حاجه كانت غير متوقعه. يعني هو احسن هدف بالنسبه لي اللي هو فعلا فاز فيه النادي الاهلي اللي جابه من نص الملعب في الترجي التونسي. كابتن سيد عبد الحفيظ ليه اجوان كتير الحقيقه، يعني ما يتنسيش، يعني من ضمنها الجون بتاع الترجي، وده كان جون مؤثر جدا في البطوله، واعتقد في جون تاني للزمالك، يعني جون في الزمالك في الدوري، وبرضه ده كان جون يدرس الحقيقه. بس دي من الاجوان اللي الواحد ما ينساهاش، يعني الكابتن سيد احسن جون انا بحبه اللي هو في ماتش الزمالك، جوزيه كان مأخره لورا كده، والكره اتلعبت بالعرض، هو رجع لورا وجيم قدام ال 18 وراح شايتها في الجون. والهدف يا نهار ابيض، الله 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 يا سيد، الله 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 يا عبد الحفيظ. الهدف اللي عجبني جدا الجون بتاع المحله، جون بتاع المحله، كنا متعادلين 2-2 ونزل جاب جون، كان لسه راجع من اصابه، ولع الدنيا كلها، ولع الماتش والدنيا اتقلبت، بس الحمد لله كسبنا. كان ماتش جميل جميل جميل، من احلى جوان الكابتن سيد عبد الحفيظ. وفي هدف تاني بتاع سان داونز اللي هو في النهائي اللي حطه بدماغه، وعند سيد عبد الحفيظ كان لعيب مميز في كل حاجه، كان لعيب خط نص، لعيب جامد وهداف وعينه حلوه على الجون وحاجات كتيره قوي. يعني والله الكابتن سيد حفظ لي اجوان كتير، بس جون سان داون هو اللي بيأثر فيه لما عمله بالهيد، فجون ده يعني مميز وكويس يعني وكده. اللاعب دايما المتميز مش بس الناس بتبقى فاكراه بعد ما مثلا بيبطل كوره، لا ده بيبقى فاكرين له الاجوال والكواليس وكل التفاصيل اللي كانت موجوده او يعني كانت بتقام منه في الملعب، فيعني حاجه جميله واسم كبير اكيد. برضه بنتكلم عن كابتن سيد عبد الحفيظ.